لنحب بدنا عمر هالشي مو قدرتنا حبر الهوى نشي بأول سطر صفحتنا الحلا ما بيكتمل إلا الغرام زينتنا خلونا نعيش الحب ما ننسى بسمتنا حنان الأم يعم يغمر كنتنا ما بدنا لحظة هم تعكر صفوتنا الحب أحلى شي بينور دنيتنا طويل طريق العشق وشو ضيقة خطوتنا معكم شركة جوكلان بدك قسم المحاسبة؟ ثواني بس مين معي؟ مرحبا كيفك؟ الحمد لله وانت كيفك؟ أنا منيحة ماشي حالي انتي قاعدة هون بفضل جنفي جنفي هي مرته لمديرك وانتي عايشة من خيرن يديم خيرن على الكل تفضلي ايه صهري هون؟ لا عنده اجتماع يلا منيح عفوا بالاساس انا اجيت كرمال شوفك شوفيني خدي شو هاد؟ فواتير جنفي بالعادة بتدفعون لهيك جبتون أكيد الشركة عندها فواتير للدفع كمان فحطي فواتيرنا معن بفرد مرة بصراحة أنا مو قدراني أدفعون لشو هدول؟ هدول ما في شي يعني كهرباء ومي وهيك طيب عفوا بس شو دخل الشركة بهدول الفواتير؟ كيف يعني ما دخلها؟ ما مدير الشركة بيكون صهري دفعيهم لشوف من حساب الشركة مو من جيبتك آسفة أنا ما عندي صلاحيات ولشو كل هالمسخرة؟ عشو حاطينك هون إذا ما فيكي تدفعيون؟ اتصلي بمديرك وقولي له يدفعون شو هالمشكلة؟ اعذريني بس أنا ما بقدر والحل لكان؟ خلص بسأل الأستاذ بعدين مو مشكلة بقول لشري بس شوفه بالأساس أنا كنت جاي مشان حاكي بموضوع تاني الشغلة مو سهلة بيتنا رح ينهد ولازم نطلع منه بأسرع وقت والحل الوحيد انه شي يدبر لنا بيت نسكنه انتي بتلاقيها حلوه حاكيه بموضوع البيت بعد ما احكي له عن الفواتير حاجه عناد خلاص على مسؤوليتي دفعيهم دخيلك مين حيسال واذا صار وحدا سالك قولي المدام امرت مين المدام بالله وعم تساليني مين المدام كمان مين صاحب الشركه اللي عم تشتغلي عنده جنفي مرته لمديرك شري جوكلان مزبوط صح شبه هي صاحبة شركة جوكلان لكن مين؟ بالنسبة إلي أنا بعرف المدام بهاجريتي بس معقول؟ من كل عقلك عم تحكي؟ هي ختيرت دخلك بعد هالعمر هي قدران تدير أمور الشغل؟ يكون بعلمك عن قريب حأبعت لكم ابني ليساعد صهرة ويشيل كتف عنه ايه؟ خلينا بالمهم هلأ قولي بسرعة للمحاسب المدام بدها إياك تدفع الفواتير هلأ هي عن جد طلبت هالشي؟ هي اللي طلبت هالشي لكن ليش اجيت لهون؟ أسفة بس أنت لازم تحكي مع الأستاذ قبل طيب إذا كان لازم حاكي الأستاذ ليش صار لي ساعة قاعدة وعم حاكيكي كنت رحت لعنده بالضبط هذا يلي بدي إياكي تعرفي الحكي معي ما في منه أي فايدة أنا بنقل رسالتك للأستاذ ومو أكتر بعتذر أنا شغلي بس نفذ أوامر حضرته هاي صلاحياتي بفهم من حكيك ما رح تخدميني لا طيب وين مديرك قلت لك في عنده اجتماع هلا ايه فهمت معناتها بستناه ليطلع لا لانه الاجتماع برات المكتب وبيطول لايمتى ما بعرف بالضبط لكن دقي له الاستاذ باجتماع مهم ممنوع دق له
وهالاجتماع أهم من حماته؟ دقي له لشوف، وجعتي لي راسي. بس الأستاذ ما بيحب نقاطعه إذا كان باجتماع. أنتي ما فيكي تاخدي قرار، شغلتك تنفذي وبس. يلا نفذي لكان، عم تفهمي شو عم قول ولا لا؟ دقي له تجادلي بسرعة. هو يلا خلصيني بقى. ألو أستاذ، أنا آسفة. هاتي التليفون لهون. بتأمر؟ بتأمر حاضر. بتأمر أستاذ، أنا بدبر حالي. إيه حاضر، باي. كل شي قلتي له يا هو كلمة حاضر وبس، ليش سكرتي التليفون؟ بصراحة ما قدرت أحكي معه أي كلمة. فيك تستنيه، بده نص ساعة ليرجع. ساوي لي شاي. ناندا جيب لنا شاي بسرعة. على شو ناوي بنتيا؟ معقول يطلع اللي قالته خالتي صحيح ويكون عم يشرب؟ أكيد رجع على البيت شربان شي. بس هو ليش ما بده يشوفني؟ ليكون عامل له شي مشكلة. هو بعمره ما تصرف بهالطريقة الغريبة معنا. يا الله شو صار له هالصبي؟ ليش تغير هيك فجأة؟ لو واقع بمشكلة كان أكيد خبرني وما خبى علي. هو ليش ما عم يحكي لي شي؟ ما بعرف روح حاكي ولا لا؟ طيب كيف بدي أعرف إذا صاير معه شي مو منيح؟ طول الليل ما قدرت نام وأنا عم فكر. هاي أول مرة بعمري بحس إني ما بعرفه لأخي. ليش عم يتصرف هيك؟ يا ترى هلأ هو شو عم يخبس؟ يا رب يا رب تحميه وتوفقه وتبعد عنه كل شر وين ما راح. البسكوت تبعكم طيب والله. بس مو نحن عاملينه. والله ايه ما هيك طيب. مرحبا. أنا ما قلت لك ما حدا يحكي معي وقت يكون عندي اجتماع؟ كم مرة بدي نبهك على هالقصة؟ أنا آسفة أستاذ، أنا ما كنت بدي دق لك بس يعني. خالي أنت هون؟ أي والله قلت إني لازم إجي وشوفك. يعني لو إنك دقيتي لي كنت إجيت لعندك فورا. مو معقولة عطلك، بعرف إنك مشغول كتير. وقت بتزورني حماتي بلغي كل شي عندي. نفس الحكي اللي قلت لها يا، وكمان قلت لها تدق لك بس ما رضيت تعطيني السماعة احكي معك وضلت عم تحاكي. يعني شو هالتصرف هاد؟ معقول هي تعامل حماتك هيك؟ انا فهمت الموضوع غلط، بعتذر. استاذ القصة مو هيك، الغلط مانو غلطة ابدا. انا منبه على كل الموظفين بالشركة ما حدا يدق لي لما يكون عندي اجتماع برا. مزبوط، بس انا ماني موظفة بالشركة، انا حماتك وخبرتها بهالشي. لهيك قلت لك اول ما اجيت انه انت كان لازم تحاكيني. ايه الحق معك، بس موبايلي كان فاضي شحنه لهيك. طيب مو مشكله، تفضلي لعندي على المكتب لجوا. شو في عندنا مواعيد اليوم؟ عندك اجتماع ضروري هلا. طيب اجلي لي يا شي ربع ساعه. حاضر، تفضلي. البسكوت طيب. الحق علينا، وافقنا انه تساعدنا. اي والله ما كان لازم نغير راينا ونخليها تساعدنا. مو ملاحظه انه من وقت ما اجت لعنا على البيت ما شفنا يوم حلو ابدا؟ مزبوط، عن جد معك حق، وزادت مشاكلنا وصرنا نتخانق مع بعض على طول. صح حكيك،
معقول يلي عم نعمله؟ بتعرفي اللي شايفته انه هالبنت وشها نحس علينا. صح والله وشها نحس علينا. قليلي شو بدنا نعمل هلا؟ اهم شي ما نتخانق بنوب ونحاول نبعدها عنا لانها سبب المشاكل. مزبوط، وبسببها انقسمنا بهالبيت. انا وانتي من جهه وشريو وسارو من جهه. وضعنا ما كان هيك بنوب من قبل، لهيك لازم نكبر عقلنا ونعرف نتصرف. مشكلتنا مو متعودين نجرح حدا شو ما ساوى، بس منخلي العالم تجرحنا ومنسامحهم وما منعمل شي. خلص رح انسحب من هالقصة، ليش لحتى اتخانق معكن واخسركن؟ بس قولتك رح ترجع علاقتنا متل قبل؟ ايه وليش لا؟ شبك هي الجديدة ونحنا صار لنا عمر عايشين مع بعض ومتفاهمين، ما في داعي ليتغير شي بيناتنا هلأ. بس نحنا لازم ناخد حذرنا منها منشان ما توقعنا. ايه لازم ناخد حذرنا طبعا. ليك امي كتير ذكية. ايه والله امي ذكية كتير. اشرحيلي شلون؟ لأنها سمحت لجنبي ترجع على شغلها، ونحن وقتها استغربنا قرارها، بس طلعت بتعرف حالة منيح مع مين عم تتعامل. امك بعمرها ما غلطت بحكم على الناس. مزبوط، امي بعمرها ما غلطت بالحكم على الناس. وشرير رح يعرف انه كلام امي مزبوط. ايه طبعا هو اكيد رح يعرف. بس من هون لوقتها ما فينا نقول شي ابدا. رح يعرفها على حقيقتها لتمضى اول فترة، واثقة من هالشي، واكيد رح يعض اصابيعه ندم لانه ما سمع كلام امي. بس شو بتتوقع يصير بيناتهم خلال هالفترة؟ يعني شري وامي؟ قصدي بين جنفي وشري. ما بعرف شو بدي اقول لك، الموضوع بالنهاية بيرجع له ان احنا شو دخلنا؟ ما حدا بيعرف. بس شو ما صار بيناتهم رح نوقف بصف شري شو ما كان قراره. أنا هذا رأيي. إيه أكيد رح نوقف بصف شري شو ما كان قراره. صح. تعي كافيري، صايغ صار هون وجايب الفواتير معه. قلتي فواتير؟ فواتير شو هدول؟ إيه شو بيعرفني؟ جنفي كانت الوحيدة بالبيت اللي عم تشتغل وتجيب مصاري، وبعد ما تزوجت وأخذتها من البيت والله تبهدلنا. الله وكيلك ما نعرفانين شو نعمل بحالنا. خالتي شو نسيتيني؟ ولو بعدين ليش عم تقولي أخذتها؟ بدل ما تقولي عندي صهر مثل ابني؟ أنت كريم وما بتقصر منوب، بس مو معقول كل ما نحتاج نجي ونطلب منك، يعني حلوة بحقنا؟ شوفت عينك جوزي بيجعه وركبه، وكملت معه كمان انه الدكتور يلي كان من المفروض يعمل له العمليه سافر وما بنعرف امتى بيرجع. بكل الاحوال حتى لو عمل العمليه ما رح يقدر يرجع يشتغل. وراكب راسه ومعند، ما بده يشوف دكتور تاني وما عم يقبل يسمع من حدا. روقي خالتي والله الحق معك، خلص لا تاكلي هم، انا رح شوف الموضوع واحكي مع الدكتور. بتخيل انه راجع عن قريب، برايي ما في احسن من هذا الدكتور ليعمل هالعمليه، لازم نستنى. اي والله مزبوط، بس هلأ عم يفكر يشتغل. شو؟ شو بده يشتغل وهو بهذا الوضع؟ مو معقولة، أنا وجنفي معكن وأكيد رح نساعدكن. بس عمك ما رح يقبل بهالشي. أنا كتير آسفة إني قلت هالحكي، بس هو مصر وما بعرف ليش رافض هالفكرة، ونبهني ما أخذ شي منكن حتى لو متنا جوع، ولو ما كنا عن جد محتاجين للمساعدة ما كنت إجيت لعندك وقلت لك. والله ما عم نام طول الليل. لا تاكلي هم هالقصة، خليني لحظة بس. ألو؟ لا لسه بدي شوية وقت، اعتذريلي منه كتير مشغول. ايه ماشي باي. في حدا ناطرك مو هيك؟ مو مشكلة بيستنى. ليش ليستنى؟ ما بدي عطلك، عن جد أنا آسفة بصراحة، ما ضل في مصاري بالبيت، يعني في فواتير لازم ندفعهم. والله جد؟ طيب اعطيني اياهم. يعني هو انا تركتهم عند السكرتيره برا مشان تتصرف، قلت هيك احسن. منيح، لا تاكلي هم، انا بروح بدفعهم. كمان بنايتنا رح يهدوها ولازم نخلي البيت. ايه مزبوط، انا حكيت مع كم حدا منشان يلاقوا لنا بيت تاني، شغلت كم يوم وبتنقلوا كل اغراضكم. تسلم لي فعلاً، إنه صهري واصل وما في منه،
وهلأ فيني حط إيدي ورجلي بمي باردة. نحن واقعين بمشكلة كبيرة وانت ما تركتنا، بالعكس ساعدتنا وما قصرت. الشي اللي عملته معنا مستحيل انسى. انا ما عم ساوي غير واجبي خالي. تعرف شو؟ في شغلة بدي اقلك عليها. انا ما رح ارتاح لحتى بنتي يشتغل ويصير عنده راتب. ما تفكرني طمعاني، بس اذا اشتغل رح يرجع لك المصاري اللي رح تدفعه. اعتبري القصة انتهت. وهلأ ما في داعي تحكي مع بنتي من شان وضعه. جنفي رح تحاكي وتزبط كل شي. هالصبي جانن وما بعرف شو صاير له. من وقت ما ولد والمصايب نزلت فوق راسنا، ولسه ما لحقت جنفي تتزوج وصارت كل المشاكل معنا. كان بنتي صغير لما عمك خسر شغله، ومن وقتها وهالصبي مسكر بوشه وين ما راح. ما عم بعرف شو قول، بس عن جد قلبي بيتقطع حظه المعتر. خالتي الحق معك، الموضوع مانو سهل. انا هلأ مثل ابنك واجبي واقف جنبك. لا تستحي ابدا لما تحكي معي، ماشي؟ الشخص الوحيد اللي كان يشتغل ببيتكم ويصرف عليه هلأ عايش معي. بعرف قديش هالشغلة صعبة عليكم، بس لا تخافي رح لاقي لكم حل. يسلموا. ايه بس ما عم بيكون معنا مصاري لنصرف على البيت. طيب قلي لي انتو بالعادة قديش بتحتاجوا مصروف باليوم؟ شو قلو؟ هلأ أكيد رح يعطيني مصاري، شو ساوي؟ قلو بدي 5000 ولا 10؟ لا بلاها 10 كتير، بفكرني طماعة. خلص رح قلو 5000، منيح هيك. خالتي؟ وين شردتي؟ بشو عم تفكري؟ احكي لي. هو يعني ماني عرفانه شو بدي اقول. بلكي عمك دري. لا اطمني، الشغله رح تضل بيننا وما رح نخبر حدا. اذا هيك اعطيني شي يكفي. اعطيني المبلغ اللي انت بتلاقيه مناسب. طيب على الاقل اعطيني فكره انتو قديش بتحتاجوا باليوم. نحنا ما بعرف. خلص أعطيني قد ما بدك. سيدة شيفدي، جيبي لي 50000 من حسابي الخاص، بدي اياهم بأسرع وقت. ايه هلأ ضروري، استعجلي فيهم. يلا بسرعة شوي. في شي؟ لا عادي، بس تشردقت. عن جد أنا محظوظة لأنه في عندي صهر مثلك. الله يخلي لنا ياك ويرزقك أكتر. خالتي ما في داعي لهالحكي، بعدين أنا واجبي كون جنبكم وساعدكم بهيك موقف، وهذا الشيء مريحني. يعني خليني كون صريح معك، أنا بعرف إنه جنفي بتكون مبسوطة وقت أنتوا بتكونوا مبسوطين، ووقت جنفي بتكون مبسوطة أنا كمان رح كون مبسوط. وإذا بدك فيك تعتبري الموضوع عبارة عن مصلحة متبادلة، شغلة بسيطة. تفضل. كيفك مدام؟ أنا منيحة كتير، بس عفواً ما تذكرت حضرتك. معقول؟ شو نسيتيني؟ أنا كنت موجود بيوم عرسك، والصيغة يلي لبستيها وقتها كلياتها كانت من عندي. المدام جوكلان زبونتي من زمان وما بتشتري غير من عندي. تشرفنا. وحتى لو رحتي وفتلتي كل السوق مثل الموديلات اللي عنا مستحيل تلاقي. حلو كتير والله. مدام إن شاء الله عجبوك الذهبات؟ ايه عجبوني كتير. منيح. شو كان بدي أسألك مدام؟ الأستاذ موجود؟ لا والله راح على الشغل. بسيطة.
تفضلي، هدول طلبتهم ستو للأستاذ. بس شو هدول؟ فواتير صيغة العرس. ماشي، أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. حكيناك بس ما كنت ترد. ما عاد عرفنا مين متضايق من مين، لازم أنت تتصل. هاي بسيطة، متأكد إنه ما رح يروح شي علي. نحن منشتغل بهالمصلحة من أيام جدك. والدي الله يرحمه كان يقول لي إنه فواتير المدام جوكلان لا تشغل بالك فيهم بنوب لو شو ما صار. بس نحن هلأ حابين ندفع لك حقك. مو مشكلة بنوب. شو رأيك بكاسة شاي؟ صراحة بنشرب، ليش لا؟ من شوي ساويت شاي، رح جيب. ايه ثلاث اطواق؟ بتذكر انه اخذنا اثنين؟ لا مدام، تأكدي. ثلاثة؟ لا مستحيل، أنا متذكرة أنه أخذنا بس طوقين. مدام يا ريت تتأكدي. طيب أنا رح أتأكد، بس يا ريت أنت كمان تتأكد منهم. بظن أنه في سوء تفاهم بالقصة، نحن طلبنا بس طوقين. ما بعرف ليش الطوق الثالث منزل على الفاتورة. أنا بعتقد أنه في شي غلط بهالقصة. مدام أنا مستحيل كون مخربط، لأنه هذا الطوق انطلب بورقة الأستاذ شري موقعة. شري موقعة؟ وبجيب لك الورقة إذا بتحبي. والله يا ريت، بتمنى إنك تجيب لي إياها. ناطرتك، يا ريت المسا تجي لعنا، وهيك منكسب شوفتك ومنتحاسب. ولا يهمك، رح أجي. تفضل. والدة حضرتك هي الزبونة الوحيدة يلي بتدق لنا من حالها لحتى تدفع الفواتير. نعم؟ شو عم تقولي انت؟ شو هاد الحكي اللي عم تحكي شيفدي؟ مدام، طيب انا ليش لكذب عليكي؟ بعرف انا مصدقتك انك ما عم تكذبي، بس ما عم صدق انه وحده مثلها تقدر تتصرف بهاي الطريقه الغبيه شيفدي. مدام، هي قالت انه المدام جنفي هي اللي بعتتها على الشركه مشان ندفع لها فواتير الموبايل والكهرباء والمي. وفواتير البقال كمان اذا بدك. عن جد ما بعرف شو بدي اقول. مدام، وشغله ثانيه احكي. كمان قالت لي انه المدام جنفي هي بتكون صاحبة شركة جوكلان لانها مرته للاستاذ. هي كتير حاكتني بطريقة سيئة وفوقية، ولسه في شيء ابشع من هاد كله. يعني في شيء ابشع من يلي صار؟ بصراحة هذا الموضوع خاص بالاستاذ شري. يلا احكي شو في. مدام، الاستاذ شري طلب مني اسحب 50,000 روبية من حسابه الشخصي. مشان شو؟ والله ما بعرف، بس بظن لخالد جنفي. يا ربي، أنا آسفة كتير مدام، بس حسيت إنه من الضروري خبرك بهالشي. لا، منيح إنك خبرتيني، وخليكي عم تخبريني. حاضر، بالإذن مدام. شكراً. إيه غرفتين نوم. إيه طبعاً، ومطبخ وصالون. طيب وبقديش؟ ب1100. ايه منيح. ايه ويفضل انه يكون طابق ارضي كمان، منشان اذا تعطل الاسانسير ما يكون في مشكلة بالطلعة والنزلة على الدرج. ماشي. طيب لكن انا رح حاول اعمل دورة بالسوق، وبردلك خبر وبجي لعندك بشوفهم، وفي حال عجبونا منردلك خبر بكل الاحوال. طيب ماشي، اتفقنا. باي، مع السلامة. شكراً. شري، انت لمين عم تدور على بيت؟ عم دور لمرتي. لقلي انا؟ ليش؟ انا رح ضل قاعدة بهذا البيت، بدي اسكن مع اهلك وما بدي اتركهم ابدا. برأيي انت كمان لازم تضل معهم، لانهم هن بحبوك كتير. شري، انا ما بدي اياك تدور على بيت، اهلك هيك بينزعجوا مني. ايه مزبوط مزبوط، مو إلك لحالك، هذا إلك ولأهلك.
هلأ هذا البيت لأهلي؟ إيه؟ ليش مو قالوا إنه البيت بده ينهد؟ وأنت شو عرفك؟ حبيبتي شبكي، مو خالتك حكت وقت اللي رحنا تغدينا عندها؟ بس كمان أنت ما في داعي تاخد لهم بيت كبير. إيه بس هنن لازمهم غرفتين نوم وصالون، يعني غرفة حتى يناموا فيها أهلك وغرفة لبنتيا ومطبخ وصالون، هي هي. شري بس نحنا كل ما كترنا غرف كل ما زاد أجار البيت علينا، ومثل ما بيقول المثل الواحد على قد بساطه بيمد رجلي، وأنا هلأ ما بقدر استأجر لهم بيت كبير مثل هاد بنوب، ما رح أقدر. أجار؟ ليش تستأجري؟ حبيبتي منشتري فورا. منشتري؟ بس أنا القرض أخدته مشان عملية بابا، وأصلاً القرض كله ما رح يشتري لي بيت بهاد الغلا، كلهم على بعضهم 400,000، والله أعلم أيمتى الدكتور رح يرجع، بس لازم ننطره. أنا معك بموضوع الدكتور، ومنشان العملية أنا كنت عم أقول نفس الشي لخالتك اليوم. قلت لها لخالتي؟ ليش أيمتى شفتها؟ أنا بقصد لما عرفت إنه الدكتور جاي عن قريب دقيت لها تليفون فوراً وقلت لها إنه هي ما تاكل هم، فهيك كان قصدي إنه قلت لها نفس الحكي اللي عم قلك يا. صدقيني هذا هو اللي صار. هلأ خليني أخلص من قصة بينتيا وإرجع لشغلي وأدفع القرض ليرتاح راسي. ومن هون لوقتها شو مشان أهلك؟ هلأ جارنا رقوانا شاف بناية هيك قال له لبابا، يعني كلهم رح يستأجروا فيها، وبابا عم يفكر إنه يستأجر معهم كمان، وهيك بتنحل كل القصة. أنت ارتاح. بس أبوكي كل حياته عايش بهالبيت. إيه هو ما عنده مشكلة بهالشي، ما في خيار تاني، يعني برأيي يروحوا على مكان قريب وفي ناس بيعرفوهن هنيك أحسن ما يضلوا لحالهم، صح؟ لأنه أكيد بيرتاحوا مع أهل الحارة. طيب ليش ما بتخليني ساعدك حبيبتي؟ ما عم أفهم وين المشكلة بالموضوع. شري أنت بتعرف أنه أنا عندي مبدأ بالحياة. جنفي أنا وأنتي مو واحد؟ إيه مزبوط، بس حبيبي هذا موضوع خاص فيني أنا. جنفي فهميني، ليش هالموضوع ليكون خاص فيكي لحالك أنتي؟ يعني مثل مانك عم تقدمي مساعدة لأهلي بكل شيء، عادي إني ساعد أهلك، وين المشكلة؟ فما في داعي كتير تحمليها. أنا بشو عم ساعد أهلك؟ يعني مو أنت على طول بتعملي شغلات بالبيت؟ طيب هي شو دخلها بهي؟ شو دخلها؟ شري إذا خليتك تساعد أهلي فهذا الشيء رح يخليني أخسر احترامي لحالي طول العمر، وحتى بابا رح يحس القصة تقيلة عليه، ورح ينجرح إذا عاش على حساب صهره، ما في داعي نحسسه إنه هو عالي علينا. لا جنفي الموضوع مو هيك، ببساطة أبوكي بحاجة بيت، وأنا بقدر ساعده ودبر له بيت، شو دخل الاحترام بالموضوع؟ حبيبتي قلتلك ما في داعي تحمليها زيادة. وقت يقرر الواحد يعيش بكرامة بيكون عم يحملها زيادة؟ بابا عاش كل حياته فخور بحاله، وما حدا بالعالم حط عليه ولو شغلة صغيرة، يعني هي الشغلة الوحيدة اللي بينبسط فيها بالحياة. ليش لا نعمل شغلة بتضايقه بالقصة اللي بتفرحه؟ قلي هو كتير حساس شري. طيب خليني أنا أحكي معه ماشي؟ بس هو ما رح يسمع لك. أنتي بس وافقي وتركي الموضوع علي. ما فيني وافق بصراحة، أنا مبسوطة أنه بابا عاش حياته هيك، وأنا بتمنى أكون مثله، عيش حياتي كلها بكرامة وما أحس حالي تقيلة على حدا أو حدا يصرف علي وعلى أهلي. موافق. طيب شو بدنا نساوي هلأ؟ برأيي خلينا نشوف إذا منلاقي غرفتين أو بيت صغير للأجار ومنكون خلصنا. جنفي بترجاكي. شري أنا بترجاك لو سمحت فهمني، أنا قلت لك ماني حابة أعيش حياتي ويكون في حدا عم يصرف علي وعلى أهلي، وهذا الشي ما بيعني إني ما بحبك، أنا بحبك وبموت فيك ومقدرة مساعدتك إلي، بس بتمنى أنك تتفهمني وما تزعل مني. بعرف إنه بعمرك ما رح تسمعيني. ليش شو أنا غلطانة؟ حبيبتي القصة مو إنك غلطانة أو لا، مو هيك القصة، إنه هي طبيعتك، رح أحترم هالشي. شري زعلت صح؟ لا ما زعلت، الموضوع مو مستاهل عن جد، المهم راحتك. شكرا. أمي؟ نعم. صايغ إجا ومعه شوية فواتير،
وتأكدت منهم وطلعوا مزبوطين، بس في وحدة غلط لأنه جاي فاتورة لثلاث أطواق ونحن طلبنا بس طوقين. إيه طلبنا بس اثنين. طيب لكن وفاتورة الطوق الثالث؟ عادي بيكون باعتها بالغلط. أنا هيك فكرت بالأول وطلبت منه يرجع يتأكد مرة تانية. إيه؟ هو قال لي إنه نحن طلبنا ثلاث أطواق بالعدد، يعني طوقين أنت اللي طالبتيهم منه. إيه أنا طلبت اثنين. إيه والطوق الثالث قال شري اللي طالبه. قال شري؟ إيه والله. شاشيكالا وينك أنت؟ شو عم تساوي؟ ولا شي. بتعرفي رجوانا قال إنه لقى بيت لإله ولسه في بيتين، عم يقول إنه نكبار ومعروضين للأجار، وحطلنا أسمائنا مشان يدقولنا لحتى نروح نشوفهم على مهلنا. شو رأيك بهالفكرة هاي؟ لعما بقلبه شو غبي حطلنا أسمائنا معه؟ ليش مين هو اللي نسكن جنبه بنفس البناية؟ ليش هيك عم تحكي عن الزلمة؟ هو من شو بيشكي يا ترى؟ زلمة محترم وما في منه وأحسن من كتير عالم. هالحكي مو مزبوط، على شو عم تمدح فيه؟ ليش مين هو؟ كله على بعضه يا دوب هو شقفة موظف. أما صهري صاحب شركة وصل له هالكلام وخليه يعرف. ما رح قل له هو لحاله بيعرف هالشي. بس شوفوا لهالزلمة رح بهدله بهدلة طويلة عريضة بالشارع. حلو، هيك بيتصرفوا اللي بيفهموا. على فكرة هو عم يضحك عليك، أكيد لأنه شايف بيوت ولا شي. هو عم يتسلى فيك وياخدك ويجيبك، وإنت يا فهمان بترد على حكيه الغبي. عم ياخدني وعم يجيبني؟ ما أنت شايفة حالتي قدام عينك، ما أنا بفكر 100 مرة قبل ما أتحرك من هون. لك مو هيك قصدي، ما في داعي تتهاضم هلأ. اسمعني منيح، شوف، مو جنبي هي بنتك المدللة ومو هي بتحبك كتير؟ طيب وشو معنات هالحكي هاد؟ لك نحنا ليش لحتى ندور ونستأجر بيت جديد؟ عندك صهر عنده قصر ومعبى فيه غرف فاضية، ما رح يأثر إذا رحنا وسكننا معن بشي غرفة. ليش لنكب مصارينا اللي عم نموت لندبرون؟ لك في بيت سيحنا إياه وفينا نقعد فيه ببلاش. اسمعني جنفي، قد ما حكيت معها ما رح ترد علي، فأنت حكي معها، تعرف إنه هي مستحيل تخجلك إلك. أنت معي بهالفكرة؟ شبك؟ ليش عم تضحك؟ شو حكيت نكتة؟ لأنه بتعرفي شو، أنت عن جد مستحيل تتغيري شو ما صار. يعني هلأ وقت مسخرتك؟ أنا ما عم بتمسخر، رح اشرح لك اياها بالتفصيل الممل، بركي بتفهمي هالمرة انا شو عم بحكي بالضبط. جنفي تزوجت هلأ، ماشي؟ فلهيك خليها تعيش حياتها وهي مبسوطة، فهمتي؟ واذا بعرف انه حدا منكن حاول ياخد منها مصاري باي طريقة كانت، رح يكون حسابه معي عسير. بعدين انت بتعرفي شو يعني الواحد يكون صاحب مبدأ؟ لا اكيد ما بتعرفي، لانه بعمره ما كان عندك مبدأ، لا انت ولا كل عيلتك حتى. اسمعي اللي رح اقوله ورح قلك ياها للمرة الاخيرة، اسمعيني منيح وتذكري، انا ما عندي مشكلة انه نموت من الجوع، بس ما رح نطلب اي شي من جنفي لو شو ما صار، مفهوم حكي؟ شوف نحن بس. بكفي، تذكري هذا الحكي منيح وشغلي مخك، بركي ما عاد تساوي مشاكل ابدا. يا اما اخر شي لا تلوميني على اللي بدي اعمله فيكي، ماشي؟ يا ترى شري لمين بده يكون طالب هالطوق؟ شو بعرفني؟ وكمان هو ما جاب لي سيرة عن هالقصة. ما بعرف أمي، بس بظن إنه هو نسي خبرك. إيه صح، ممكن يكون نسي، بس شوفي أنا ما عم أفهم شري شو صاير له بهالفترة. ليش شو عامل كمان؟ لا مو عامل شي، يعني بكفي الشي اللي سواه بالأخير،
هاد هو اللي قلقني. عن شو عم تحكي بالضبط أمي؟ فهميني. جنفي. خير، شبهها جنفي؟ ولا شي، ما بدي أقول. أنتوا ما بتنبلل بحصة بتمكن، مو شاطرين غير تحكوا لبعض كل شي بيصير معنا. لا، أنا مستحيل أحكي لحدا بوعدك، وأنت بتعرفيني منيح. بعمري ما وعدتك بشي وما كنت قد كلمتي وخلفت بوعدي. حكي لي شو صاير. سيدة شيفدي خبرتني إنه خالتها لجنفي إجت على الشركة ومع فواتير المي والكهرباء والسمان وبدها يدفعوا لياهن، بس هي ما رضيت تاخدهن منها. كيف؟ العمى بقلبها صاير لها على شي؟ كمان بدنا ندفع لهم فواتيرهم الشخصية؟ كيف قدرت تجي على المكتب ومع الفواتير؟ عن جد يعيب الشوم عليها. لك عن جد، هي وحدة ما بتحترم حالها وما عندها ذرة أخلاق. لو كنت هنيك كنت عملت لها مشكلة إلى أول ما إلى آخر. كيف هي فيها تتصرف بهالطريقة؟ بس لأنه شريم منيح ما عم تستغله يعني؟ فعلاً عيشي كتير بتشوفي كتير، شو هالناس؟ ما رح أسمح لها تتجاوز حدودها أكتر من هيك. كفيري طولي بالك شوي. أمي أنت كيف بدك يعني طول بالي؟ فعلاً هي وحدة ما بتستحي أبداً. تعرفي؟ أنا رايحة لعند جنفي أسألها شو رأيها باللي صار، ورح قلها كمان خلي أهلك يبعدوا عنا، وإلا وقتها رح أتصرف وعلى طريقتي بقى. كفيري يعني قد ما عصبتي وتضايقتي تذكري شغلة وحدة، وبتمنى إنه ما تنسيها بنوب. شري وقت اللي أخذ هاي البنت هو اختارها وأخذها عن حب وقناعة، وهذا الشي بخليها تستغل حبه إلها. الناس يلي مثله لشري بينطمع فيهم. معك حق بكل اللي عم تحكي، بس نحنا كمان هلأ إيدينا مربطين. لا مو صح، مين قالك إيدينا مربطين؟ ونحنا ما عملنا أي شي غلط، بالعكس هي وعائلتها عم يستغلونا ويقللوا من احترامنا كل الوقت. يعني والله ما عم بفهم، أهلها ما بيحبوها مثل ما نحن منحب ابننا كمان؟ فهميني، يعني هن ليش ليكونوا طماعين؟ ليش لحتى يستغلوا حبه لإلها؟ هالموضوع ما بينسكت عنه أبداً. خلص، أنا رح حاكي شري اليوم بهالموضوع هذا. شري ما رح يهتم بمثل هيك شغلات بنوب. شو قصدك؟ شيفدي قالت لي إنه خالتها ما استحت ابدا وساوت اللي بدها اياه، وراح تفوتت الفواتير معها على المكتب لعند شري. شو هذا اللي عم تقولي؟ هي تجاوزت كل حدودها. جنفي كل الوقت بتنظر على نارمادا وسارو بالحكي، وهلا صار لازم تعرف امها شو عم تعمل. هالعيله هيك ومستحيل يتغيروا. شو راح يتغيروا بليله وضحاها؟ نحن شلون غلطنا هالغلطه وناسبنا هيك عيله؟ انا لهذا السبب كنت ضد هالزواج. لكن ليش اخر شيء تنازلتي ووافقتي؟ لأنه كان بده يترك البيت. كيف فيني خلي حدا من هالبيت يطلع وأنا عايشة؟ يا الله أمي، نحن ليش هيك حظنا بهالدنيا؟ ما حدا تزوج وتوفق من العائلة. العلم عند ربك حبيبتي. إذا ضلينا ساكتين على هالوضع أكيد رح تصير مشكلة كبيرة. ليش نحن شو عنا حل تاني؟ ليش ما بنحكي معه لشري؟ ما في فايدة من الحكي معه أبداً. جنفي أكلت له كل عقله وعاملته مثل الخاتم بإصبعه. بعرف هذا الشيء، لأنه لو مو هيك ما كان وقف بوشك وراح اتجوز غصب عنك هيك وحدة. أنا ندمانة على اللي صار معي، وراح يجي يوم وشري يندم على اللي سوا. يعني هيك بنت جاية من عائلة مثل هي أكيد ما راح يتفقوا مع بعض بالآخر. خلاص أنا راح أحكي مع شري. لا لا، أنت لا تحكي معه، لأنه صدقيني ما في فايدة من الحكي. لازم نلاقي طريقة لحتى يعرف. شري بالنهاية ابننا، لازم تخلي هالشي ببالك، وانت ما فيكي تعملي شي بدونه، لا انت ولا أي حدا بهذا البيت. انتو وحدانيات وبحاجة لسند يكون معكن بكل شي. نحنا لازم ننتبه منيح على اللي عم نقوله، وبالأخص عم بيت حما. وأنا وقت بفكر فيه عم أضعف بشكل مو طبيعي، يعني بخاف يجي نهار ويعصب ويطلع من البيت. أنا هلأ مو فارقة معي، بس أنتو بحاجته معكن، لهيك فكري بكل حركة مع شري. شو قصدك تقولي؟ على كل حال أنا ما بدي شي غير يكون مبسوط وسعيد بحياته كفيري. وأنت بتتوقعي إنه رح يكون مبسوط مع هيك وحدة؟ ما حدا بيعرف هذا الشي. أنا اللي بدي أفهمه هلأ، لمين جاب الطوق اللي وصى عليه بلا ما يقلنا؟ صحيح أنت شفتي الفاتورة؟ هي موقعة شي؟ إيه موقعة، ورجاني إياها الصايغ.
معناها هالحكي مظبوط، ما في غير شري هو اللي جايب الطوق. بس لمين جابوا ما قلنا عن القصة؟ أكيد جابوا لإله، بس نحنا جبنا له طوق. بس اللي ما عم أفهمه ليش لحتى شري جيب مثله يعني. مظبوط، إذا بده يهديه كان بيقدر يشتري موديل تاني. والله غريبة، ليش لحتى يشتري مثله يعني؟ اسمعي، روحي واسألي الباقيين، بلكي عاطي الطوق لنرمادا أو سارو، تأكدي مشان ما نظلمه. لازم نتأكد. إيه، أنت معك حق، إن شاء الله يكون هيك. بس بلكي كانت القصة غير هيك. وقتها أنا رح أدور على الطوق وشوف بالضبط شو قصته، ونحط حد لهالمهزلة اللي عم تصير بالبيت، لأنه ما عاد ينسكت عنا أبداً. مزبوط، ورح نخلي بيناتنا هالموضوع، ونحنا ما رح نخبره نهائياً عن هالقصة. أنتي خليكي برا الموضوع وما تجيبي سيره، يعني من غير شي ضليتوا متخانقين فترة وهلأ لرجعتوا تحكوا مع بعض، وما في داعي يرجع الوضع يسوء منشان شغلات سخيفة وأنا حرزانة. ما رح يصير شي، لأني فهمته إنه ما عاد رح اسمح نرجع نتخانق. أنا وشري ما رح نتخانق إلا إذا اضطر الأمر، فوقتها رح تكون حرب ورح تشعل بكل العيلة. شوي تأخرت، شو أنت ما بتستحي يعني؟ على أساس عندك شغل وتأخرت عليه؟ اللي حتعمله أنك رح تضيع وقت بالشارع وتصير هون وهون، عن جد عيب عليك. من لما راحت جنفي ما عاد حدا قدر لك. الواحد بيتقدر على احترامه مو على مصرياته. بالنهاية المصاري بتروح وبتجي، بس بيصفى انت شو قدمت بحياتك. بنتي اشتقت لك وبدي شوفك، تعال لعندي بكرة. شوفي بلاها بكرة، شو رأيك التنين؟ وليش مو بكرة؟ ولا شي، عندي دراسة بكرة ومو فاضي. بنتيا شبك؟ شو الضجة اللي عندك؟ ولا شي،